أهلا بحضراتكم من جديد. الآن وصلنا إلى الفقرة الحوارية، وهذه الفقرة عن رمضان شهر الخير. لذلك يسعدنا أن نستضيف في هذه الفقرة فضيلة الشيخ وائل محمد أحمد، عميد مجمع معاهد الإمام محمد متولي الشعراوي، وإمام وخطيب مسجد صالح الجعفري المركز الرئيسي بأسوان. أهلا بك فضيلة الشيخ وائل، في صباح طيب. أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. طيب. يعني بخير جميعا، أم الإسلامية جميعا بخير. يعني رمضان شهر كل الخيرات، كله خير. احنا ناخذ جانب اللي هو يعني يمكن الاهم في شهر رمضان، وهو رمضان شهر المغفره والعتق من النيران. نتحدث عن هذه النقطه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نهتدي ونستعين، ونصلي ونسلم على اول الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بادئا، كل عام وانتم جميعا بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك الذي جعله الله عز وجل رحمة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه شهر ليس كسائر الشهور، خصه الله عز وجل بمزيد من الخير والفضل، بمزيد من الثواب والأجر. لذا خص الله عز وجل ثوابه لذاته الأحدية، لم يوكل ثواب شهر رمضان إلى الملائكة الذين يقومون بكتابة صحائف الأعمال، بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم، وفي رواية: إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. وجاء في سنن ابن حبان رحمه الله من حديث مالك بن الحويرس رضي الله عنه أرضاه أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم، فرقي العتبة الأولى فقال آمين، فرقي العتبة الثانية فقال آمين، فرقي العتبة الثالثة فقال آمين، فتعجب الصحابة يسمعون تأمينا ولا يرون ولا يسمعون دعاء. فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: أتاني جبريل عندما صعد العتبة الأولى فقال: من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، فقلت آمين. وقال جبريل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك والديه أو أحدهما ودخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. فقال: يا محمد، من ذكرت عنده ولم يصل عليك أبعده الله. فلم يقل صلى الله عليه وسلم آمين كي لا يؤمن على بعد من ذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولم يرحم ولم يدخل الجنة، حياء منه صلى الله عليه وسلم وتواضعا، ولكي لا تأخذ النفس حظا من هذا الأمر لم يقل آمين. فأمره جبريل عليه السلام قال: فقل آمين، فقلت آمين. الله. هذا الحديث مستمعي الكرام غاية في العجب بما يتعلق بشهر رمضان. من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، فقال صلى الله عليه وسلم آمين. أي كون كل واحد منا أدرك رمضان من المفترض أن يغفر له، لأن الحديث ليس فيه شروط إلا إدراكنا لشهر رمضان. من أدرك رمضان، لم يقل فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، بل قال من أدرك رمضان، أي الذي أدرك رمضان من المفترض أن يغفر له، فإن لم يغفر له أبعده الله، فقال صلى الله عليه وسلم آمين. كان الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، كما جاء في حديث المعلى بن الفضل رضي الله عنه أرضاه قال: كان السلف الصالح رضوان الله عنهم أجمعين يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان 6 أشهر، فإذا ما بلغهم رمضان حمدوا الله وشكروا له هذه النعمة وهذا الفضل، فدعوا الله عز وجل 6 أشهر أخرى كي يتقبل منهم الصيام.
فالصحابة إذن من خلال هذا الحديث الصحيح على قسمين، قسموا السنة كاملة على قسمين، 6 أشهر يطلبون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، فإذا ما بلغهم رمضان شكروا الله وشمروا عن سواعدهم وتأهبوا للشهر الذي هم في غاية الانتظار له، دعوا الله عز وجل أن يغفر لهم هذا الصيام. ثم بالنسبة لشهر المغفرة، ذكر صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان، أدرك رمضان هو في نعمة حصلت له، لأن الله عز وجل أنعم عليه وأكرمه بأن أدرك هذا الشهر الكريم الفضيل بما فيه من الأجر والثواب العظيم المضاعف والكرامات والنفحات والتجليات والهبات التي لا يحظى بها الإنسان المسلم إلا من خلال هذا الشهر الكريم. الصيام كيفية، كلنا أدرك هذا الشهر الكريم، كيف نأخذ من هذا الإدراك ونجعله سببا لمغفرتنا جميعا؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري والذي رواه لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه وهذا سبب من أسباب المغفرة، تحصيلك للمغفرة في هذا الشهر الكريم، هذا الأمر أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن تؤمن بأن هذه الفريضة من الله عز وجل وأنت تصومها امتثالا لأمره: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أننا نمتثل لأمر الله عز وجل من صومنا، لا نصوم من أجل أن وجدنا آباءنا وأمهاتنا يصومون فصمنا، أو من أجل أن وجدنا فلانا يصوم، زيد أو عمرو يصوم فصمنا مثله، لا، أن نصوم الشهر لله عز وجل إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بما أتى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إذعانا منا بأن هذه الفرضية من الله عز وجل، واحتسابا، احتساب الأجر على الله عز وجل لا على أي أحد سوى الله عز وجل. نعم. كذلك مولانا، يعني الغاية من عبادة الصوم هي التقوى، لعلكم تتقون، أو حكمة الصوم من الغاية كما ذكرت أخي الكريم من الصيام ما ذكره المولى عز وجل وزيل به الآية التي فرضت أو فرض الله بها عز وجل علينا الصيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي مقياس الخلق عند الحق تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المولى عز وجل جعل من التقوى التي لا بد لكل إنسان مسلم أن يتحصل عليها خلال هذا الشهر الكريم، جعلها ميزانا للخلق عند المولى عز وجل، يزن بها الناس، يزن بها درجاتهم في الجنان. التقوى كما قال الإمام علي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كيف نتحصل على التقوى خلال هذا الشهر الكريم؟ أن نصوم هذا الشهر كما فرضه علينا المولى عز وجل، وكما بين لنا صلى الله عليه وسلم من أشياء تجعل هذا الصيام يقربنا إلى التقوى. لأن هناك أعمال بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين الناس، إن نحن كل واحد استمر على هذه الأعمال تبعده عن التقوى. والأحاديث في ذلك المجال كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صلى الله عليه وسلم يتحدث عن إنسان صائم ولكنه لم يذكر له الصوم. هناك مراتب للصوم. هناك مراتب ودرجات. على كل واحد أن يترق، لأن التقوى هي المفترض أن تكون الشخصية الرمضانية لكل مسلم أن يتمثل بالتقوى خلال هذا الشهر الكريم. وإن لم يتحصل على التقوى، أو لم نتحصل نحن جميعا على التقوى في شهر رمضان، فعسانا في أي شهر نتقرب فيه أو نتحصل على التقوى التي جعلها الله عز وجل غاية للصوم الذي فرضه الله عز وجل علينا على الأمة الإسلامية جماعة. وفي هذا يعني في هذا المجال قسم الفقهاء الصوم لمراتب: صوم العموم وصوم الخصوص
سواء خصوص الخصوص يعني نوضح هذا. طبعا الصيام كعلماء الشرع قسموا الصوم إلى فرض وهو صوم رمضان، وركن من أركان الإسلام، وركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على الخمس، منها وصوم رمضان كما جاء في حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. والصوم الواجب هو كمن صاحب الأعذار الذي حصل له عذر وأفطر نهار رمضان بعذر ورخصة شرعية، عليه أن يصوم هذا اليوم ويعوضه بعد انتهاء رمضان وبعد يوم العيد بعد واحد شوال، يبدأ في الصوم ما عليه كان رجل أو امرأة أصابها أو أصابهما، أصابها عذر أو أصابه سفر أو مرض بالنسبة للرجل. وهناك صوم تطوع، وهناك صوم نذر على نفسه أن يصوم لله عز وجل يوما لله عز وجل تطوعا. غير ذلك الصيام في حقيقته ليس معناه نصوم عن الطعام والشراب فحسب، هناك لابد للجوارح أن تصوم، لابد للعين أن تصوم عن الحرام، لابد للسان أن يصوم عن الغيبة والنميمة، لابد للقدمان أن يصومان عن ما يسعى فيهما في طريق لا يرضي الله عز وجل. لذا قسم العلماء هذا الصوم بهذه الأشياء كي يتحصل الغاية من هذا الصيام، وهي الغاية العظمى من هذا الصيام وهي التقوى، تقوى الله عز وجل. فضيلة الشيخ وائل محمد أحمد عميد مجمع معاهد الإمام محمد متولي الشعراوي بأسوان، يعني شهر رمضان هو شهر الطاعات والبعد عن المعاصي، خاصة أنه يعني تصفد فيه مردة الجن والشياطين، إلى جانب أن الله عز وجل ساعدك على الطاعات. المولى عز وجل جعله شهر مغفرة، بجانب أنه جعله لنا شهر مغفرة ساعدنا على تحصيل هذه المغفرة، ساعد كل إنسان مسلم على تحصيل هذه أسباب المغفرة كي يتحصل عليه. كيف ساعدنا؟ ساعدنا بما جاء من الأشياء التي توسوس لنا وتزين لنا الحرام وتسقلنا عن الطاعات، جعلها المولى عز وجل مقيدة ومصفدة، كما جاء في حديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وفي سنن أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرض الجان وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ولله عتقاء في هذا الشهر الكريم، وذلك كل ليلة. كل ليلة يعتق المولى عز وجل رقاب، ليس في اليوم الذي هو بمقدار ألف شهر اللي هو ليلة القدر، ولكن كل ليلة، من نص الحديث: ولله عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وفي رواية: أمسك يا باغي الشر، يا من تريد الخير، هذا أوان شهر الخيرات، شهر الطاعات، شهر الطاعات، شهر البركات، شهر التجليات، شهر الهبات من الله عز وجل، شهر مضاعفة الأعمال لأكثر مما نتوقع، لأن الذي يعطيك الأجر إنما هو الله عز وجل واسع العطاء والمغفرة. يعني في شهر رمضان يعني وجب علينا أن نخرج زكاة الفطر، فهو أهمية الصدقة في شهر رمضان. كل عبادة فرضها المولى عز وجل علينا لها حكمة مشروعية، ما من عبادة من العبادات إلا ولا حكمة مشروعية، أي سبب من أجله فرض هذه الفريضة. الصيام فرضه للتقوى، الصلاة كي يتقرب الله عز وجل به إلى الله عز وجل، الزكاة تكافل اجتماعي يشمل الفقراء والأغنياء يتكافلون. كان السلف الصالح رضوان الله عنهم أجمعين كالأشاعرة، عندهم مجاعة الأشاعرة، وهم أتباع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، يمتازون بالتكافل الاجتماعي، يمتازون بحفظهم لكتاب الله، يمتازون بجمال وروعة أصواتهم عندما يقرؤون القرآن. ذات مرة كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيته بعد صلاة الفجر،
فسبقه أبو موسى إلى بيته وابتدأ يقرأ القرآن الكريم. من شدة حلاوة وجمال صوته وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس يستمع إلى جمال هذه التلاوة. فخرج بعد أن أتم قراءته أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، خرج لمعيشته، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الباب. قال: يا رسول الله لما تقف؟ قال: أوقفني تلاوتك. قال: أو كنت تسمعني منذ صلاة الفجر إلى هذه اللحظة؟ والله لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. أي أخرج الكلام عنده، جوده أكثر وأعطاه أفضل مما يعطيه لنفسه. كانوا إذا حدث عندهم مجاعة أو أجدبت المدينة كانوا كل واحد من هؤلاء الأشاعرة يخرج كل ما في بيته، يقومون بفرش رداء وكل شيء عندهم يضعونه في هذا الرداء الكل، ثم بعد ذلك يقومون بتوزيعه بالسوية على الجميع. يمكن أن أخرج عشرات الأشياء وغيري لا يجد إلا شيئا واحدا، تكافل يعني حتى لا يظهر مين معه ومين مش معه، يعني تكافل يمنع عنك الحياء، يمنع عنك الشعور بالعوز وبالاحتياج، يمنع عنك ذلك. ما كان من الممكن الغني يعطي الفقير وخلاص على كده، لكن لا، يساوي مع بعض كل، فعلوا تكافل، أفضل أنواع التكافل. لذا قال لهم عنهم صلى الله عليه وسلم رحم الله الأشعريين: كانوا إذا أرملوا أي إذا افتقروا وأجدبوا يبسطون رداء على الأرض، يضعون كل أقواتهم في هذا على هذا الرداء، ثم يقومون بتوزيعه بالسوية على الجميع، كي لا يشعر الفقير بالخجل أو استحياء من هذا الأمر. أنا لم أخرج شيئا وهو أخرج عشرة، يأخذ الجميع مثل ما بالسوية. يعني من الطريف أنه يذكرني هذا الموقف، يعني أبناء جيلي ومن قبلنا، كنا في المرحلة الابتدائية كنا نعمل حاجة اسمها الغديوة. أيوه غديوة. مش عارف اللي كان حد يذكرها. أيوة كان كل اللي معاه أكل يتحط كله مع بعضه ثم نعيد تقسيم مرة أخرى، يعني دي حاجة كده يعني فطرية، يعني فطرية أشبه، لأن أمر طبيعي. ما من المولى عز وجل ما من فريضة إلا وجعل العقل والفطرة السليمة تقبلها. يعني إذا أتينا بإنسان بعيدا عن سماع الأديان كلها وقلنا له أن هذا الخمر يذهب العقل، تجد بقلبه وبجوارحه وبعقله يأبى هذا الأمر بدون فرضية. ودليل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم له الكوبين في معراجه صلى الله عليه وسلم، عندما وصل في إسرائيل أولا قدم له كوب خمر ولبن، لبن، اختار اللبن. لماذا؟ لم يحرم الخمر، الخمر حرم في عندما وصل صلى الله عليه وسلم المدينة. العقل يقبل كل شرع الله عز وجل، العقل السليم والنفس فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمة الله. أيضا مولانا يعني نتكلم عن شهر رمضان، هو شهر القرآن، أهمية تلاوة القرآن يعني وتكثيفها في شهر رمضان، ونوضح أنه يعني لا يعني بعض الناس لا يقرأون القرآن إلا في رمضان يعني والعياذ بالله، يعني لكن لابد أن يكون لك ورد يومي، لكن التكثيف في رمضان لابد. كان صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم نزل في هذا الشهر الكريم، هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر خص بهذه المزية، نزول القرآن الكريم فيه، وجود ليلة القدر فيه، وجود التجليات الإلهية والنفحات الربانية والعطايات والهبات التي لا يأخذها ولا تتنزل على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا خلال هذا الشهر الكريم. علم الصحابة ذلك فعملوا على هذا الأمر. من الصحابة من كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيختم القرآن في شهر رمضان 7 مرات، كان دأبه صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في شهر رمضان 7 مرات. تأسوا بعض الصحابة به صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة من زاد على ذلك، فكانوا يختمون القرآن 3 ختمات في شهر رمضان، 3 ختمات، كل
كل ثلاثة أيام، كل ثلاثة أيام يختمون الختم. عشر مرات يعني. عشر مرات. أكثر من سبعة. أكثر من سبعة. نعم. ومن الصحابة ومن التابعين ومن السلف الصالح كالإمام الشافعي، وقد ثبت ذلك في كتب السير وفي أمهات الكتب، أنه كان يختم القرآن الكريم 60 ختمة في رمضان. الإمام الشافعي وغيره من العلماء كثيرون. ختمة بالليل وختمة بالنهار. ما شاء الله. نتخيل، ولا نقول أنه يقرأ مرور الكرام، بل يقرأ ويخرج المسائل الفقهية من بتفكر وتدبر، يتدبر ويخرج المسائل الفقهية، يخرج الأدلة من القرآن الكريم. من يعني المهم من تلاوة القرآن أن تكون فيها تفكر وتدبر، وليس يعني ليس التلاوة فقط، ليس التلاوة أنه ليس يقرأ بمجرد أي كتاب، أنه يقرأ كتاب الله عز وجل. فعليه أن يقرأ ويتدبر قبل أن يقرأ، يكون طاهرا على طهارة، لا يمسه إلا المطهرون. بالنسبة للمرأة الحائض، هل يجوز لها أن تقرأ؟ يجوز لها أن تقرأ، ولكن تجعل هناك حائلا بينها وبين المصحف، ممكن تضعه على حامل، ممكن تلبس حتى مع الحيض والنفاس، حتى مع الحيض والنفاس إذا كان لها ورد يومي. نعم. إذا كانت أي امرأة لها ورد يومي، لها دعوات معينة في قبل، عندما تستيقظ، عندما تنام، هل تتوقف عن هذا الأمر؟ صلى. لا، الدين يسر ومباح لها هذا الأمر، ولكن تحتاط ألا تمسه إلا على بحائل أو غفاز في يدها أو ما شابه ذلك، وترفعه هكذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا وقفين عند آيات الله، يعني كانوا لا يمرون على الآيات مرور الكرام، لا يمرون، كانوا يعملون. كان الإمام علي رضي الله عنه أرضاه يقول حفظنا القرآن الكريم خمس آيات خمس آيات. يعني حاليا ربما نجد أحد أبنائنا يحفظ صفحة وصفحتين أو ربع أو ربعين، لم يفعل الصحابة ذلك، مع أنهم كانوا في مقدورهم وفي استطاعتهم أن يفعلوا أكثر من ذلك، لأن عندهم من القريحة والذهن والصفاء ما أن يسبقون بمراحل. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه إذا ما أراد أن يقرأ كان بكمه يغطي الصفحة، لأنه عينه لو أخذت كلمة من هذه الصفحة و تتداخل الآيات مع بعض البعض. فلذا كان من شدة حفظه كان يحفظ جنبا ويضع يده على الجنب الآخر. كثير من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين جعلوا من القرآن الكريم كما قال الإمام علي رضي الله عنه أرضاه، كنا نحفظ القرآن الكريم خمس آيات خمس آيات، لا ننتقل إلى غيرها إلا بعد أن نحفظها. و نعمل بها تمام العمل، يعملون بها، يطبقون ما في هذه الآيات على أنفسهم، بعد أن يجد من نفسه أنه قام بتطبيقها ينتقل إلى أخرى، أي أنه صار قرآنا يتلى ثم يتدبر ثم يعمل به، بعد ذلك ينتقلون إلى الخمس آيات الأخرى. هكذا قال رضي الله عنه وارضاه حفظنا القرآن الكريم خمس آيات خمس آيات، بعد حفظها وشرحها وإدراك معانيها والعمل بها يطبقونها على أنفسهم، بعد ذلك ينطلقون إلى خمس آيات أخرى، ليس كما نفعل نحن. معظم الناس في هذه الأوقات يقرؤون القرآن قراءة عادية كأنه يقرأ أي كتاب من كتب في المكتبة، لكن لابد من التفكر. التفكر أثناء القرآن الكريم واجب وفرض على كل إنسان، المقصود منه أن يقرأ ويتدبر. ولذا جاءت المقولة التي تقول القارئ كالحالب، القارئ مندمج في ترتيب الآيات، مندمج في حفظه، مندمج في إخراج إعطاء كل ذي حق حقه، نأتي بالتجويد إذا كان يقرأ بقراءات يركز في هذا الأحكام. وفي الأحكام هذا يجاهد في أن يخرج لك شيئا، أنت سامع تسمع وتتدبر. لذا شبهه صاحب المقولة بأنه كالشارب يشرب هذا اللبن، مشروب جاهز، يعني جاهز من هذا القارئ. نعم، تشبيه الحال. يعني شهر رمضان هو شهر القرآن، هو شهر الطاعات، هو شهر الخيرات، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النيران. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ
وائل محمد أحمد، عميد مجمع معاهد الإمام محمد متولي الشعراوي، وإمام وخطيب مسجد صالح الجعفري المركز الرئيسي بأسوان. شكرا جزيلا لفضلكم على هذا التشريف. كل عام وأنتم بخير جميعا، عاد الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. ونشكر حضراتكم السادة المشاهدين في ختام هذه الحلقة من صباح فيفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.